طيب خلينا نحاول نفهم أكتر عن دلالات هذه الزيارة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية. الدلالة بقى على مستوى التوقيت، خد بالك، والمتغيرات اللي بتجرى حوالينا في العالم. معانا على التليفون أستاذة ماري ماهر، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، اهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. احنا عايزين نفهم اكتر على دلالات هذه الزياره من حيث التوقيت من ناحيه، ومن حيث ما يدور حولنا في العالم من ناحيه اخرى، وايضا متغيرات على المستوى الاقليمي، وايضا القوى المجاوره لينا اقليميا. تمام. في البدايه بس انا بحب اوضح ان دي الزياره رقم 15 للرئيس السيسي للسعوديه منذ توليه الحكم في 2014. ده بيعكس حجم المصالح والتنسيق الكبير بين البلدين، وبيظهر قوة ومتانة العلاقات وحرص قادة البلدين باستمرار على تجديدها. بالانتقال بقى لسياق الزيارة وأهميتها، فهنلاقي إنها بترجع لعاملين. العامل الأول هو السياق الدولي والإقليمي اللي هي جاية فيه، والعامل الثاني هو خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين. بالنسبة للسياق الدولي والإقليمي، فهنلاقي إن هي جاية في وقت بتمر في منطقة الشرق الأوسط بكثير من التحولات. هنلاقي ان احدث مظاهرها هو الاتفاق السعودي الايراني على اعاده العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين، وفكره تصاعد التوجه الاقليمي نحو اعاده ادماج سوريا عربيا واستعاده موقعها في جامعه الدول العربيه. ودي ملفات بلا شك هتحمل انعكاسات على معادله التوازن الاقليمي القائمه حاليا، وبتنعكس على حاله الاستقرار في المنطقه. وده بيحتاج تنسيق مشترك ما بين مصر والسعودية، باعتبار ان البلدين بيشكل دايما القوتين الاقليميتين في المنطقة وبيمثل ثقة الاقليم. كمان الزيارة جاية في وقت النظام الدولي بيمر بيه في تحولات مرتبطة بشكل كبير بنتائج الحرب الروسية الاوكرانية، وما تطرحه من فكرة مراجعة شكل النظام الدولي والتخلي عن فكرة الأحادية القطبية والانتقال نحو نظام متعدد الأقطاب. وده بيطرح فرص أكبر للقوى المتوسطة والصغرى في النظام الدولي، وبيديها مساحات وحريات حركة أكبر، بس ده بيحتاج قدر أكبر من التنسيق بينها لاستغلال الفرص دي. كمان الزيارة جاية في وقت إن في بعض الصراعات الإقليمية ما زالت مشتعلة، ما زالت قائمة، وهي بتنعكس بشكل سلبي بالطبع على منظومة الأمن القومي العربي، وبينتج عنها تهديدات وبينتج عنها تدخلات في الشأن الداخلي للدول العربية. من هنا بتيجي أهمية التنسيق ما بين مصر والسعودية، خاصة إن هما دايما بينظر ليهم باعتبارهم إن هما ثقل موازن في المنطقة العربية في مقابل محاولات الاستقطاب والتدخلات من قبل القوى الإقليمية غير العربية، وإن أدوارهم مهمة في دعم القضايا العربية وطرح دائما حلول ورؤى للصراعات القائمة. وكمان التطور تطور العلاقات المصرية السعودية بينعكس بشكل إيجابي على طرح حلول للصراعات الإقليمية، خاصة إن البلدين دايما بينطلقوا من مقاربة مشتركة تجاه الأزمات الإقليمية. المقاربة دي دايما بتقوم على فكرة التسوية السياسية للصراعات وانتهاج لغة الدبلوماسية والحوار والبعد عن التدخلات العسكرية والحلول العسكرية، باعتبارها كانت أحد العوامل اللي ساهمت في تصاعد حدة التوترات خلال المرحلة اللي فاتت. أما لو بصينا على جانب خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، فهنلاقي أن التنسيق ما بينهم ضروري في ظل ما يمكن اعتبار أو أن احنا نطلق عليه وحدة استراتيجية بين البلدين بالمعنى الجغرافي والأمني. ده ناتج عن أن البلدين كل منهم بيشكل عمق استراتيجي للدولة الأخرى، وكلاهما معني بحماية إقليم الأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وكلاهما بيشترك في طبيعة التهديدات ومصادرها، وبالتالي العامل الجغرافي ده بيخلق باستمرار فرص متجددة للتعاون وارتقاء العلاقات الثنائية. ده من ناحية. برضو من ناحية تانية بيشكل العامل الاقتصادي عنصر مهم في العلاقات ما بين البلدين، بالنظر للتحديات الاقتصادية اللي ناتجة عن الوضع العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة جائحة كورونا، واللي خلقت بعض الأزمات انعكست بشكل كبير على المنطقة العربية، سواء فيما يتعلق بالطاقة والحبوب وارتفاع معدلات التضخم وما إلى ذلك. ودي خلت الدول العربية تدرك أهمية التنسيق فيما بينها علشان تقدر إنها تتفادى التداعيات السلبية دي، وإنها تأخذ الفرص اللي بتطرحها الأزمات العالمية. طب تفتكري يا أستاذة ميري أنه زيادة حدة التوتر
اللي حصل خلال الأسبوع الأخير على الجبهة الروسية الأوكرانية، وكمان حدة اللهجة ما بين الأطراف المتصارعة حول هذه القضية، هي سبب من أسباب التعجيل بهذه الزيارة؟ إنه كان لازم البلدين يعني، أو كان لازم الرئيس يسافر المملكة، أو إنه ولي العهد يجي القاهرة؟ هذا التوتر، هذه الحدة في اللهجة، وكمان الشراكات الاقتصادية والمصالحات السياسية اللي بتتعمل؟ هو العاملين بيخلقوا دايما فرص وتحديات بتنعكس على المنطقة. يعني هما أي توتر بيحصل أو أي تصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية بيخلق دايما تداعيات سياسية واقتصادية غالبا بتكون سلبية على المنطقة، خاصة في ظل أن بعض الأطراف الغربية بتبقى طالبة من دول المنطقة أنها تأخذ طرف معين، في حين أن المنطقة بتسعى لإحداث توازن في علاقاتها وتبني مواقف محايدة وتخفيف الضغوطات، يعني الضغوطات الغربية عليها، وده بيتطلب شكل من أشكال التنسيق ما بين الدول. على جانب التنسيق الاقتصادي فده ضروري في ظل ان احنا شايفين دلوقتي ارتفاعات اسعار الطاقة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة، في ظل ازمات الحبوب، وادراك الدول ان التكامل على مستوى اقليمي اقل من المستوى العالمي هيكون ضروري في المرحلة المقبلة، خاصة ان سلاسل او طول سلاسل الامداد العالمية ادت لظهور تلك المشكلات، وبالتالي الدول دلوقتي بدأت تبحث عن شراكات اقتصادية اكبر وتكامل اكبر على المستوى الاقليمي يفاديها الوقوع في يعني يفاديها التعرض للمخاطر مع وقوع ازمات عالمية. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 استاذة ميري ماهر، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.